الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو معايير الليدرشيب، ده الجزء الأسهل، إن إحنا إزاي بنجهز ملف القيادة. ملف القيادة عبارة عن تجميعة لشغل المركز كله. إزاي؟ تجميع لاجتماعات المركز، لمجال الخدمات بتاع المركز، لسياسات مطلوبة معينة اللي هي على بناء عليها بنبني بقية السياسات، نظام المراقبة بتاع جميع الأقسام في المركز. أول حاجة طبعا في ملف القيادة، المعيار الأولاني كان بيتكلم على إن الجهة الإدارية العليا محددة في الوثائق وللهيكل التنظيمي. أنا عشان اتكلمت عنه فما حطيتش المعيار ده هنا اختصارا للوقت. بدأت بالمعيار رقم 3 اللي بيتكلم عن مسؤولية الجهة الحاكمة في جودة الرعاية الصحية. المعيار بيقول هل في دليل إن الجهة الحاكمة ليها مسؤولية وداخلة في جودة الرعاية الصحية؟ أيوه، الدليل موجود عندنا إن إحنا معتمدين سياسة اسمها سياسة الجهة الحاكمة. في السياسه الموجوده هنا انا حطيت صوره منها نموذج. كلنا هنعتمد السياسات الموجوده اللي جايه من الوزاره، هتتحدث لغايه اخر تاريخ معانا. طبعا في نسخه سياسات جديده نزلت السنه دي، لما تتعامل مع المراكز اللي هي السياسات اللي نزلت اخر حاجه من سبايه قريب من حوالي شهر كده، السياسات دي هتتعامل مع المراكز ان شاء الله. بس خلاص الناس اللي اشتغلت وعملت سياساتها خلاص هتمشي عليها، لكن هتاخد الحاجه السياسات الجديده طبعا هي لسه ما وصلتش المراكز حتى الان، بس هتاخدها ونعملها ريفرنس عندنا في المركز زي مرجع كده هنحطه. مش لازم ان احنا نغير كل شغلنا ونهد اللي احنا عملناه، عشان برضو ما حدش يخاف من ايه، من تغيير السياسات. نشتغل عادي زي ما احنا شغالين، مش هنهد اللي احنا عملناه، هنكمل عليه ونعمل السياسات الجديده كمرجع عندنا في المركز. يبقى معيار ده بيتكلم ان في سياسه للجهه الحاكمه تشمل جوده الرعايه الصحيه. ايوه السياسه موجوده وبنحطها، وبنلاقي متابعه جوده الرعايه الصحيه مكتوبه في السياسه، بنعمل عليها بالايه؟ باي لون كده فسفوري عشان تبان ان هي دي المقصوده. المعيار اللي بعديه بيتكلم عن الرؤيه والرساله والقيم. لما بنحط الرؤيه والرساله، اول حاجه لازم تكون معتمده من الجهه الاداريه العليا. الجهه الاداريه العليا اللي هي اداره المراكز، اللي بيحط الرؤيه والرساله والقيم لازم يكونوا الاداره، القاده الاربعه اللي في المركز يكونوا مشتركين في التوقيع. الرؤيه والرساله بيبقى ليها حاجه اسمها ايشو ديت وليها ريفيو ديت. ايشو ديت بنحطه بعد تاريخ الاجتماع على طول. يعني احنا عملنا الاجتماع مثلا 1/6 ان احنا قررنا ان احنا نعتمد الرؤيه والرساله والقيم خلاص، بعديها بكام يوم بنحط الايشو ديت بتاع الرؤيه والرساله بتاعتنا، وبعديها بسنه بنعمل الريفيو ديت اللي هو تاريخ المراجعه السنويه بتاع الرؤيه والرساله. اي حاجه بيبقى ليها مراجعه سنويه. الرؤيه والرساله دايما بنعمل لها يعني بيطلب في الاوبزرفيشن ان هي تكون موضحه، فبيبقى ليها لوحه. في مراكز لاحظت ان هم كاتبين عاملين الرؤيه والرساله في لوحات خارجيه في المركز، ومضمون الكلام اللي مكتوب فيها مختلف عن مضمون الرؤية والرسالة اللي حاطينها عندهم في الخطط وعندهم في الملفات أو في المانوال بتاعهم بتاع العيادات. فلازم الموضوع ده يكون متابعينه كويس جدا، لأن المقيمين بياخدوا بالهم إذا كانت هي نفس اللي مكتوبة ولا غيرها. ده المعيار الخاص بالرؤية والرسالة. هنحط معاها طبعا إحنا خلاص اعتمدنا في اللجنة الرؤية والرسالة، خلاص اعتمدناها، هنروح كده حاطينها وخلاص بقت رؤية. مش لازم نعمم على الناس، مش لازم نعمل تعميم داخلي يا اخوانا ان احنا عندنا دلوقتي رؤية كل الناس تشوفها واحد واحد، وكل واحد يوقع بالعلم ان هو شاف الرؤية والرسالة واعتمدت خلاص. يبقى التعميم يكون مرفق صورة من محضر الاجتماع اللي اتعمل واعتمدت فيه الرؤية والرسالة، عشان يكون المعيار كامل من كل الاتجاهات. المعيار اللي بعده بيتكلم على مجال الخدمات في المركز الصحي. مجال الخدمات ده بيشمل ايه؟ بيشمل حاجات كتير. اولا العيادات اللي شغاله في المركز الصحي كلها بنحط احنا عندنا خدمات كذا كذا وكذا. عندنا الاطباء بتوعنا مثلا، عندنا كم طبيب عام، عندنا كم طبيب اخصائي، كم طبيب استشاري، عندنا كم ممرض، كم اخصائي مختبر، كم على حسب الاعداد اللي عندنا بنفصلها، وده اسمه توزيع العاملين في المركز. مجال الخدمات لازم يكون مذكور فيه ساعات العمل من الساعه 8 ل 4 مساء. من مثلا هنا مكتوب السبت للاربع، لان ده كان تقريبا قديم شويه، هو دلوقتي مثلا لحد الخميس. خلي بالنا من النقطه دي، وفي نزود عليها لو المركز شغال اكتر من 8 ساعات ولا لا. لو نزود ان احنا مثلا بعد اوقات الدوام الرسمي من الساعه 4 بنروح
المرضى بيتم توجيه المرضى الى المركز المناوب اللي هو مثلا مركز صحي السلانجانيه مثلا في او مركز صحي السعاده في القطاع الثالث، بنزودها لمجال الخدمات لان ده مجال خدمه. احنا كده كده المريض بنكتب لوحه ارشاديه خارج المركز ان هو اوقات الدوام كذا، وفي الحاله في حاله المريض الحالات الطارئه بيتم تحويلها للمراكز المناوبه في الاوقات اللي خارج الدوام الرسمي. وبنكتب برضو في مجال الخدمات المتوسط العدد السنوي من طريق الاحصائيه اللي بنجمعها، احصائيه العيادات شامله كلها بنجمعها، مثلا بنشوف في السنه مثلا 12,000 مريض كده بتتكتب في مجال الخدمات. تمام؟ واضح؟ واضح الصوت؟ واضح واضح. معلش يا يعني ايه، طمنوني كل شويه بس ان الصوت شغال. في سؤال لغايه هنا؟ في حد عنده استفسار لغايه هنا لغايه النقطه دي؟ المعيار رقم 6 بيتكلم على الاستراتيجيك اند مانجمنت بلان، الخطه الاستراتيجيه بتاعت المركز. احنا اتكلمنا في الجزء الاول من المحاضره عن الخطه الاستراتيجيه. طيب ايه الحاجات التفاصيل اللي ناخد بالنا منها من الخطه الاستراتيجيه؟ ان لازم واحنا بنعمل الاعداد فيها يكون مذكور فيها القاده اللي هم الناس اللي مكتوبين في قرار تشكيل اللجنه التنفيذيه. دول كلهم لازم يكونوا الاشخاص المشاركين في اعداد الخطه الاستراتيجيه اللي هم القاده، اللي هم اعضاء اللجنه التنفيذيه، وبيتم اعتماد الخطه الاستراتيجيه من الجهه الاداريه من اداره المراكز. بنحط مع المعيار ده قرار تفويض مدير المركز. هو مدير المركز اصلا ليه بيجي له قرار تفويض؟ قرار التفويض ده بيشمل ايه؟ ده سؤال على فكره مشهور في سباهي للناس اللي مدراء المراكز بيتسالوا، بيقول له انت معاك خطاب تفويض صلاحيات، طب انت الخطاب ده بتستفيد منه في ايه؟ الاجابه النموذجيه فيه ان انا تفويض الصلاحيات ده بعمل بيه ان انا بعتمد الخطط اللي في المركز، بعتمد الرؤيه والرساله بتاعتي، بعتمد مجال الخدمة، بمنح الامتيازات للأطباء اللي عندي. دايما أهم شخص في منح الامتيازات المفوض اللي هو مدير المركز، يعني هو عنده صلاحية إن هو يمنحه الامتيازات الطبية. طبعا هو مش المدير الطبي بالأول، بيشوف التقرير ويشوف كل طبيب بيعمل إيه، وهل هو الخدمة دي بيعملها ولا لأ، هل الحاجه دي بيعملها ولا لا، مثلا الدكتوره دي بتقدر تعمل التراساوند ولا ما بتقدرش، هو بيقول اه يس اور نو، وبعد كده بيعتمد من مدير المركز ان هو اللي له الصلاحيه. يبقى التفويض بتاع المدير بيكون عشان اعتماد الحاجات دي كلها، وبيجي من ايه؟ من الجهه الاداريه العليا اللي هي اداره المراكز. تمام. المعيار رقم 9 بيتكلم على ان في تواصل فعال، تواصل فعال بين المركز وبين الجهه الحاكمه، الجهه الاداريه العليا، في تواصل فعال ما بيننا وبينهم ولا لا؟ طب التواصل ده ازاي؟ عن طريق ايه؟ حد عنده مثال عن طريق ايه تواصل؟ الايميل. تمام. ايه تاني؟ الخطابات. تمام تمام. الايميلات والايميلات لازم تكون رايح جاي، الخطابات تكون رايح جاي، لان في تواصل، ما هوش بس بطلع من عندي بس، هو لازم يكون تواصل ما بيني وما بينهم في المركز. وبيكون في عدد من الايميلات، ويا ريت لما بنعمل الايميلات دي لما بنحطها تكون يعني ما تضرش برضو بالمركز، احنا واخدين بالنا يعني ما نعملش حاجات تكون مثلا احنا عايزين اطباء معينين، عايزين تدريب لحد على حاجه معينه، عايزين اللي هي الحاجات المطالبات العاديه اللي بنعملها للمراكز، لاداره المراكز. طيب ده دليل التواصل الفعال بين المركز وبين الجهه الاداريه العليا. المعيار اللي بعده بيكلمنا اللي هو معيار رقم 10، المعيار الشهير جدا المعيار رقم 10، بيتعب عليه شويه. بيقول ان انا برفع تقارير مثلا رباعيه، التقارير دي عن اداره المخاطر، عن تحسين الاداء، عن اداره المخاطر، عن تحسين الاداء، عن سلامه المرضى. طيب التقارير الرباعيه دي خلاص انا بحتفظ بيها، لازم ارفع بيها تقرير لاداره المراكز، لازم مشرف المراكز ياخد فكره عن اداء المركز. بروح عامله خطاب، الخطاب بيشمل النقاط دي.
زي ما مكتوب كده، نظرا لترشح المركز الفلاني، نظرا لترشح المركز الفلاني للاعتماد مش عارفه ايه، فبنرفع لسعادتكم انشطه تحسين الاداء، انشطه سلامه المرضى، انشطه اداره المخاطر. كل نقطه فيهم عليها درجه لوحدها. يعني لو انت لو كتبنا مثلا انشطه تحسين الاداء وما كتبناش الباقي، ده بيبقى عليها درجات في الاعتماد في سبعين، لان هو المعيار طالب النقاط دي بالترتيب. انشطه تحسين الاداء، بنرفع صوره من مؤشرات التحسين، انشطه سلامه المرضى، واداره المخاطر بنرفع لهم بقى صوره من مؤشرات وتقارير الاحداث، ومن صوره من الجولات البيئيه للربع اللي فات مثلا، ونقول له ان احنا رافعين لسعادتكم تقرير ربع سنوي عن كذا كذا كذا، ادينا رايك فيه وقول لنا هل في اجراءات معينه عايزنا ناخدها ولا لا. تمام، ده الجزء الاول من معايير 10. طب هيرد علينا ازاي؟ هيقول لنا ايوه وصلتني التقارير وشفتها وراجعناها ولاحظنا التالي، عايزين من حضراتكم تظبطوا النسبة الفلانية لأن هي قليلة، عايزين ترفعوا النسبة الفلانية وتعملوا على هذا الأمر لأن هو مثلا دون المستوى المطلوب. ملاحظاتهم ده الرد التاني على المعيار. يبقى احنا بعتنا لهم خطاب، رفعنا مؤشراتنا ليهم، هم ردوا علينا وقالوا لنا ايه وجهة نظرهم وايه الإجراءات اللي احنا عايزينها، اللي هم عايزيننا نعملها في المركز ده. ده المعيار رقم 10. المعيار رقم 11 ده معيار جميل قوي، احنا بنقيم فيه الجهة الحاكمة، احنا اللي بنقيمهم. ده نموذج للتقييم. طب التقييم ده بيبقى مرة واحدة بس، بيبقى بيريوديك، هو مكتوب مطلوب ان هو بيريوديك، يعني كل 3 شهور او كل 6 شهور على حسب، في ناس تقول كل 3 وفي ناس تقول كل 6، الافضل لينا نعملها كل 3 احسن. انا بقول لهم انتوا عملتوا لنا ايه، انتوا عملتوا لنا انجاز الخدمات دي ولا لا؟ في حد فيكم عمل تقييم الجهة الحاكمة فعلي ولا بس؟ تمام، مفهومة تقييم الجهة الحاكمة؟ مفهومة؟ أيوة مفهومة. أنا بس بسأل عشان واضحة واضحة واضحة. أنا بسأل عشان ما أحسش إن الصوت راح، يعني بقيت خايفة من ساعة الموقف الأولاني. فطبعا ما فيش حد يعني كل الناس بتدي 5 من 5 في المعيار ده بالذات، ما نقدرش ندي أقل من كده، كل حاجة الحمد لله تمام. المعيار اللي بعده بيتكلمنا على الخطاب التفويضي اللي احنا قلناه، انا شرحته في المعيار اللي كان مع الخطه الاستراتيجيه، ان في تفويض لمدير المركز، وقلنا ان ده سؤال مشهور جدا في سباهي، بيسال مدير المركز. يمكن ما فيش تقييم تقريبا جه الا لما مدير المركز اتسال قالوا له انت مفوض بايه، دي حاجه مهمه خالص لازم يكون معروفه اجابتها، ان انا مفوض بايه، انا واخد منهم تفويض على ايه. المعيار اللي بعده بيتكلم عن الوصف الوظيفي لمدير المركز، ودي فيها ملحوظة فيها ملحوظة. الوصف الوظيفي لأي حد فينا، أي موظف، بيشمل مؤهلاته، بيشمل مسؤولياته الوظيفية. في الوصف في ناس بتاخده ما بتقراهوش، يعني يا جماعة لازم نقراه ونشوف، لأن ونحدد المؤهلات المطلوبة كل واحد حسب مؤهلات مدير المركز، هل هو عنده دراسات عليا في أي مجال طبي، هل هو إداري، هل كل المؤهلات بتتكتب هنا. ما ينفعش اكتب مثلا انا مؤهلاتي المطلوبه مني دراسات عليا في تخصص طبي وانا مدير المركز مثلا تخصصه اداري، يبقى انا كده خالفت الوصف الوظيفي المطلوب. دي نقطه مهمه لازم نركز عليها، انا لاحظتها في كذا مركز عشان كده نوهت عليها، ان يكون ماشيه مع الوضع اللي عندي، لان انا ازاي عملت وصف وظيفي لشخص اصلا مش موجود فيه النقطه دي، او مش هي دي مؤهلاته. تمام، المعيار رقم 14 ده طالب فيه شهادة سلامة المبنى. شهادة سلامة المبنى شهادة من الدفاع المدني بتقول لنا إن المبنى ده مطابق للمواصفات. دي شهادة ضرورية وعليها 3 درجات في التقييم. في ناس بتجيب الشهادة العادية اللي هي بتاعة تم اختباره والحمد لله نجح في الاختبارات، لا، هي شهادة واضحة وصريحة إن هو مطابق للمواصفات الأمن والسلام. دي شهادة من الدفاع المدني بيجيبها لنا مدير المركز، بيجوا يفحصوا ويشوفوا الوضع ويقيموا على هذا الأساس بيدونا الشهادة. المعيار رقم 16، المعيار رقم 16 ده بيقول لك لو احنا في المركز محتاجين سياسة جديدة،
عندنا مثلا خدمة جديدة، عندنا مثلا خدمة الملف الإلكتروني بقت موجودة، مش خدمة، عندنا حاجة جديدة، تغيير جديد حصل في المركز عايزين نتعامل معاه، زي الملف الإلكتروني له سياسة جديدة، دي بنحطها في المعايير ده. مثلا عندنا بقى في نظام وصفاتي نحط السياسة بتاعتها، الناس اللي عاملة اتفاقيات مثلا خارجية مع مراكز أخرى للتعقيم، في سياسة للتعقيم الخارجي، دي بتبقى سياسة منشأة ومستحدثة. السياسات الجديدة كلها، ما عنديش سياسة جديدة خلاص مش عايز أحط، بقى أكتب لهم إن مفيش سياسات، وبحطهم النموذج اللي هو بتاع السياسة، في نموذج كده بيبقى اللي هو بنستخدمه في عمل السياسة، موجود عندكم في الناس اللي معاها الحاجات، المراكز الاعتماد المرحلة الخامسة، في اللي هو الفايل اللي كل المراكز استلمته ده. المعيار اللي بعده بيتكلم على response to reports from regulatory agencies. احنا دلوقتي لما بيجي لنا زيارة إشرافية للمركز، أي زيارة إشرافية من مشرف في المراكز، مثلا مشرف فن المراكز راح المركز الفلاني وعنده ملاحظات معينة، لا نسبة الغياب عالية، لا ما فيش التزام بحاجة معينة، لا ملاحظات معينة في المركز ما عجبتوش، فراح كتب في سجل الإشراف الملاحظات دي. احنا المفروض لما حاجة زي كده تتعمل احنا ما نسيبهاش، يعني هو كتب ملاحظة ان الممرضات في العيادة الفلانية غير مدربين مثلا على الحاجة المعينة، او في ديفكت في شيء معين، لازم نعمل له زي تقرير نرد عليه. بنعمل تقرير ازاي؟ ملاحظات مثلا جه مشرف المراكز وشاف حاجات معينة، شاف عندنا ملحوظة رقم واحد مثلا الغياب كان عالي، الموظفين غير ملتزمين مثلا بشيء معين، هنروح ردينا عليه ونكتب احنا اتصرفنا ازاي في الموضوع ده، احنا عملنا مثلا تعميم، احنا عملنا تدريب، احنا عملنا ايه، لازم يبقى فيه رد، لازم يبقى فيه اكشن اتعمل نتيجة الملاحظات دي. امال ايه فايدة الزيارات الاشرافية؟ مثلا منسقة برنامج السرطان راحت مثلا مركز وكتبت ان مفيش تحويلات، وطبعا الكلام ده البرنامج بالذات تهتموا بيه، مفيش تحويل مثلا للماموجرام، لا احنا خلاص نعمل تعميم تنبيه على الاطباء ان كل الحالات اللي هو الاجراء التصحيح، كل الحالات اللي عدت ال 40 سنه يتتحول عشان تعمل ماموجرام اكشن تصحيحي للملاحظه اللي تمام. المتسوق السري، المتسوق السري راح وصور وقال العياده الفلانيه في حاجه، قال الصيدليه فيها مشكله، لقى تجمع مش عارفه فين، وعمل صور وعمل حاجات، نرد عليه بتقرير برضو بصوره، ونحط نموذج صوره من التقرير ده في المعيار، يبقى احنا كده ردينا على الزيارات الاشرافيه والملاحظات بتاعتهم وخدنا اكشن. تمام لغايه هنا؟ تمام. بس الناس اللي بترد صراحه بارك الله فيكم، مطمنين تمام. الله يساعدكم يا رب. المعيار اللي بعده يقول لك البرايمري هيلث كير سنتر ليدر شيب جروب ايدنتيفايد، اللي هم اللجنه التنفيذيه اللي في المركز، احنا عندنا القاده ايدنتيفايد، عملنا لهم قرار تشكيل حطينا فيه القاده، قرار التشكيل اللي يشمل الاربعه الموجودين، وقلنا معاهم حقوق المرضى ومعاهم الامن والسلامه ومعاهم القوى العامله شاملين، يبقى هم دول نحط في المعيار ده قرار تشكيل اللجنه التنفيذيه. تشكيل او اعاده تشكيل، يعني لو في مركز الداخل اعاده اعتماد بيحط قرارات اعاده التشكيل عادي مفيش مشكله. وطالب مننا الميتينج بتاعت الاجتماعات اللجنه التنفيذيه. اللجنه التنفيذيه دي كلمتين كده سريعين عليها، هي اهم اللجنه الاساسيه في المركز. لما المركز بيبقى داخل اعتماد سباهي خلاص احنا خلاص قررنا ان احنا ندخل الاعتماد، بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه بتتعمل مدير المركز بيجمع الناس ويعمل اجتماع تنفيذي. ليه؟ الاجتماع التنفيذي ده بيحط فيه كل حاجه، بيأسس فيه الشغل، خلاص هنعمل كذا وكذا 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 وكذا. ليها مرجعيه؟ يعني ايه مرجعيه؟ يعني ايه شروط اللجنه دي اصلا؟ اللجنه دي بتتكلم عن ايه؟ لو انا مش فاهمه يعني ايه لجنه تنفيذيه واروح جايبه الورقتين اللي اسمهم الشروط المرجعيه وابص عليهم هفهم كل حاجة، هفهم هي بتتعمل كل قد إيه، كل شهر ولا كل شهرين، كل شهر، هفهم مين الناس اللي المفروض يكونوا فيها أصلاً، مين الناس اللي المفروض يكونوا في اللجنة ويكونوا مشاركين فيها، هفهمها برضو من خلال الشروط المرجعية، هفهم هي دلوقتي لو أنا عندي الحضور بتاعي أقل من النصاب، أقل من 60% مثلاً، أكمل الاجتماع ولا أجله، لا أجله،
لان هو اقل من النصاب. الشروط المرجعيه دي بتقول احنا بنمشي عليها. كمان بتقول لي انا بناقش ايه في اللجنه اصلا. طب انا عندي فنيه وعندي جوده، مش كلهم احنا قاعدين وبنتكلم وخلاص؟ لا، اللي بيقعد بيتكلم وخلاص ده مش اجتماع لجنه، ده اجتماع عادي يعني، لا يحسب اجتماع لجنه. كل لجنه ليها موضوعات خاصه بيها، ليها موضوعات خاصه بيها بتتناقش فيها. نمسك الشروط المرجعيه ونقراها قبل الاجتماع، نوزعها على الناس الموجودين وناخد فكره ايه المواضيع اللي احنا هنناقشها عشان ما نطلعش براها. ومنسق اللجنه طبعا مسؤوليته ان هو يخلينا داخل الموضوعات دي وما يطلعناش براها، ما ندخلش في نقاشات وحاجات تانية، يلزمنا بالموضوعات المحدده. يبقى دي اللجنه اجتماعها شهري. طبعا الناس اللي لها اعتماد شبهي بيعتمد 4 شهور عمل. دي صوره من قرار التشكيل، يعني زي نموذج كده بيكون فيها الاشخاص، مدير المركز والمنسق ومدير الطب، دول الناس اللي هم اعضاء اللجنه التنفيذيه. وده صوره من محضر الاجتماع، يعني بيبقى نفس الوضع ده، الموضوع التوصيات اللي احنا خدناها والمسؤوليه. في حاجه مهمه جدا، اجتماعات اللجان الثانيه دي الفنيه والجوده بنطلع بها توصيات. التوصيات دي بيتم اعتمادها فين؟ في اجتماع اللجنه التنفيذيه اللي بعده. بنطلع توصيات بنوديها للجنه بنناقشها. اول حاجه واحنا قاعدين بسم الله الرحمن الرحيم نشوف توصيات اللجان الثانيه، نعتمدها خلاص ونكمل بقى الموضوع، لان هي المسؤول فيها مدير المركز، هو رئيس اللجنه، هو اللي يقدر ياخد قرار ويعتمد. المعيار اللي بعده بيتكلم برضو على الرؤيه والرساله، احنا قلناها قبل كده ان هي تكون معتمده من الجفرنينج بودي، من الجهه الاداريه العليا اللي هي اداره المراكز. اللي بعده المعيار اللي بعده بيتكلم عن الخطه الاستراتيجيه، الخطه الاستراتيجيه بتاعه المركز من 3 لـ5 سنوات. ليها شروط معينه زي ما اتكلمنا عليها، يكون فيها 5 اهداف على الاقل. هتلاقي الخطط الموجودة نماذج، يعني في نماذج للمركز الناس تشوفها موجودة يعني في المراكز، الناس تشوفها وتشتغل حاجات، يعني هي كجايد يعني عشان الناس لو نموذج بيعملوا زيه يعني. فيها أهداف استراتيجية معينة، لازم تكون الأهداف الاستراتيجية، وزي ما قلنا بنقطعها قطع صغننة كده ونعملها خطط سنوية. نفس الخطة السنوية بتاخد أهدافها من الخطة الاستراتيجية، بس بتعملها على مراحل، بتعملها وبتعمل لها تقييم سنوي. تكون معتمدة من الجهة الإدارية العليا من إدارة المراكز. يبقى ده الخطة الاستراتيجية. المعيار اللي بعده بيكلمنا على السكوب اوف سيرفيس، زي ما احنا اتكلمنا نفس المعيار القديم ان هو بنحط مجال الخدمات بتاعة المركز، مش بنضيف جديد يعني، هو. في حاجات هنا في ملف القياده تلاقيها زي معيار الرؤيه والرساله مكرر مرتين، نفس الحاجه، ما بنحطش حاجه جديده، وبرده مجال الخدمه مكرر مرتين، يعني ما بنحطش حاجه جديده، هو نفس الاولين، هو نفس الثاني. خطه التوظيف، خطه التوظيف بيشترك فيها الليدرشيب جروب اللي هو مجموعه القاده. برده في سؤال مهم سباهي دايما بيسالوه عن خطه التوظيف، انت وظفت الناس دي بناء على ايه؟ حطيتهم في العيادات دي بناء على ايه؟ بناء على مؤهلات الناس وعلى خبرتهم. واحد معاه شهاده، واحد معاه دوره، واحد حاجه معينه، بحطه في المكان حسب التدريب اللي هو اخده. واحده اشتغلت في قسم معين في الطوارئ مثلا في المستشفى لمده 5 سنين وجت عند المركز، طب دي اولى ان انا ادخلها في قسم الطوارئ، يعني مؤهلها خبرتها بحطها على اساسه في المكان اللي هي عاوزاه. طبيبه كانت شغاله في مستشفى عندها دورات في الصناعه وعندها، دي بتمسك مثلا عياده الحوامل. يبقى انا بوزع الناس واعمل لهم تنظيم من خلال شهاداتهم مؤهلاتهم وخبراتهم. خطه التوظيف دي محتوياتها، احنا قلنا اي خطه بنحط فيها رؤيه ورساله ونحط فيها هيكل وبنعمل لها في الاخر زي ايه؟ زي تقييم كده، شوف احنا عملنا ايه، وصلنا لغايه فين، وحققنا اللي فيها ولا لا. دي صورة من الخطة بتاعة مركز صحي، يقول المسؤولية مثلا عيادة الأسنان أو العيادة العامة، المؤهل بتاعه إن هو مثلا طبيب يكون معاه بكالوريوس يكون كذا، المناوبات من كذا كذا وتخصص، العدد المطلوب كام؟ أنا العيادة العامة عندي من خلال المرضى اللي بكشف عليهم تحتاج 2 أطباء، عندي منهم 1، خلاص يبقى أنا الاحتياج بتاعي محتاج كمان طبيب. هي بتتعمل بالطريقة دي.
في الاخر خالص بنحسب العدد الكلي للمرضى، وبنطلع فيه حسبة معينة كده ان هو مثلا مطلوب مني ان كم طبيب بيغطي العدد ده، ونشوف هيبقى المركز محتاج اطباء او محتاج تمريض ولا لا، نحتاج او لا يحتاج. طيب لو طلع يحتاج، بنعمل خطاب للجهه الاداريه العليا لاداره المراكز، نقول لهم معلش احنا عندنا عجز، احنا محتاجين طبيب عام، محتاجين مثلا اخصائي تغذيه صحيه محتاجينه في المركز، محتاجين مثلا اخصائي مختبر ما عندناش اخصائي، محتاجين اخصائي صيدله ما عندناش اللي هو صيدلي قانوني، ونعمل الاحتياجات دي. يعني احنا بعد ما عملنا الخطه طلع عندنا لازم نعمل بيها خطابات، ما ينفعش احنا عندنا احتياج ونسيبه من غير ما نطلع بيه خطابات ونعتمدها في اللجنه التنفيذيه عشان تترفع لاداره المراكز. لازم شغلنا يكون متكامل على بعضه، مش بس حاجه، لان في التقييم بيتابع الخطوات على فكره، بيتابع الدايره كلها مغلقه ولا لا. تمام لغايه هنا؟ الدنيا تمام واضحه؟ تمام ماشي، يعطيك العافية. المعيار اللي بعده اللي هو 29 بيكلمني على سياسة السياسات اللي هي إدارة السياسات والإجراءات. في سياسة كده اسمها إدارة السياسات والإجراءات، دي بتعلمنا بتورينا إزاي بنعمل سياسة، خطوات بنعمل سياسة بتتعمل إزاي وبيتم اعتمادها إزاي. دي سياسة موجودة عندنا جاهزة وليها تحديثات جديدة وتعميم موجودة، حط السياسة زي ما هي كده، ما بحتاجش فيها أي حاجة، بس خلي بالنا تكون معتمدة من إدارة المركز، يعني يكون بنعمل لها جدول اللي تحت جدول الاعتماد السياسي. المعيار اللي بعده رقم 32، ده بيكلمنا عن اللجنة. اللجنة دي بتكون مهمتها عن الميديكيشن، عن السيفتي، عن الموربيديتي، عن المورتاليتي. دي طبعا اللجنة الفنية هي اللي بتناقش الحاجات دي، بتناقش الميديكيشن، بتناقش السيفتي، بتناقش الموربيديتي، بتناقش المورتاليتي، الكارديوبالمونري ريسوسيتيشن اللي هو الانعاش القلب الرئوي. كل الحاجات دي موضوعات اللي بتتناقش داخل اللجنه الفنيه. احنا هيكون عندنا ملف اللجنه الفنيه، هيكون حاطينه جنبنا ان شاء الله كده لما يكون المقيم موجود، هيبص على الاجتماعات كلها، بتكون وهيشوف مثلا انا دلوقتي عملت قائمه، اعتمدت مثلا قائمه الاختصارات الممنوعه والمسموحه، هيشوف اعتمادها كان مثلا يوم 15/7. طب انا في اللجنه كنت عامله الاجتماع كام وقلت ان انا هعتمدها؟ انا كنت عامله الاجتماع مثلا 1/7، ايوه 1/7، وبعدين عرضتها على اللجنه التنفيذيه، اجتماع اللجنه التنفيذيه اللي بعده، واعتمدت التوصيات وطلعت، فيكون في تناسق ما بين الاجتماعات والاجراءات اللي اخذناها بعدها. الاجتماعات ما هيش بس مجرد ورق، الاجتماعات لازم تكون اتعملت فعليا، لازم ننمي ثقافه ان احنا ناخد الموضوع خلاص، يعني هو عمل يومي، ندخل الجودة في العمل اليومي، مش بس ان احنا عمالين نرص اجتماعات وخلاص. الموضوع سهل وبسيط وما هوش حاجة، يعني لما احنا ما احنا كستاف نقعد مع بعض نعمل اجتماع شهري للتنفيذي الأربعة القادة معاهم اتنين كمان، مش قضية يعني لما نقعد ساعة ونتكلم في الحاجات المطلوبة مننا في المركز، أو نعمل اجتماع لجنة فنية كل شهرين، ما هوش حاجة صعبة. نقعد نحط الموضوع ونقول استاذ ما خلصليش، واكتب اللي حصل، اكتب اللي انتوا ناقشتوه، مش صعب، ما هوش حاجة نازلة من السما، يعني اكتب الملاحظات اللي انتوا عملتوها، الحاجات اللي انتوا ناقشتوها، والتوصيات اللي طلعت بيها اجتماع عادي. هو ده اللي احنا عملناه، ارض الواقع كده. المعيار اللي بعده ده الشروط المرجعيه. انا كنت حطيتها عشان اقول للناس ان الشروط المرجعيه دي اللي ما عندوش فكره عن موضوع اللجنه يبص على الشروط المرجعيه، هيفهم يعني ايه لجنه، ويفهم بتتعمل كل قد ايه وكل الشروط بتاعتها. اخر معيار اللي هو 34، ده ثلاث اجزاء، وهو تقريبا الليدر شيب كلها في المعيار ده، ملف الليدر شيب كلها في المعيار 34 ده، يعني اصعب حاجه فيها وفيها شغل. اللي هو الجزء الاولاني منه بيتكلم على مجال الخدمات لكل الاقسام، مش مجال الخدمات المركز اللي هو الموحد اللي كنا حاطينه، لا، في مجال خدمات العياده العامه، عياده المسنين، عياده الامراض المزمنه، بنجمع كل الاقسام. والمقيم بيبص على فكره على الاقسام كلها، مثلا لو ناقص حد يعني ما بيديش درجة المعيار دي، يعني بيقلل في درجات التقييم، فلازم نحطها كاملة تكون معتمدة من رئيس القسم. يعني العيادة العامة، مسؤول العيادة العامة الطبيب يكون معتمد مجال الخدمة بتاعه، الصيدلية يكون معتمد مجال الخدمة، المختبر معتمد مجال الخدمة، كل واحد رئيس قسم معتمد مجال الخدمات بتاعته.
ده اول جزء. الجزء الثاني احنا زي ما اتكلمنا دلوقتي قلنا فيه توصيات وفيه احتياجات بتطلع، مثلا زي محتاجين موظفين، زي محتاجين موارد، محتاجين تدريب، محتاجين متطلبات من رؤساء الاقسام، بنرفع بيها خطابات للاداره. ناخد صوره من الخطابات دي دليل ان احنا، دليل على المعيار ان احنا رفعنا بالاحتياجات بتاعتنا بالمعيار. الجزء الثاني اللي هو EC2 بنحط فيه الخطابات دي. الجزء الثالث اللي هو أصعب حاجة اللي هو المراقبات. تمام معايا؟ تمام. المراقبات أنا حطيت زي نموذج واحد بس للمراقبة الخاص برعاية الطفولة. مش بس المراكز كلها، لما بنروح نشوف نظام المراقبة عندهم بنلاقيهم حاطين جدول البيانات بس وخلاص ومجمعين. دي مش دي اسمها بيانات مجمعة. دي داتا. الداتا دي لازم اطلع منها معلومه، لازم اطلع منها نوليدج. ما ينفعش الداتا لوحدها مش كفايه. طب انا عملت ايه بيها؟ مش لازم ان انا اعمل لها اناليسز، لازم احللها ولازم اطلع منها في حاجه عايزه تتصلح، في حاجه لا. عشان احول الداتا المعلومه لازم اعمل لها تحليل، ولازم اعمل اجراء تصحيحي للحاجه، للجبل، للنقطه اللي محتاجه تحسين. دي مثلا عندي في العياده نسبة التغطية قليلة مثلا 7%، خلاص أنا بكتب إن أنا عندي نسبة التغطية 7%. طب هعمل إيه عشان لازم نعمل تحسين، لازم نقعد ونشوف إحنا هنعمل إزاي تحسين الخدمة دي. هنعلن عن هن... هنعرف الناس اللي بيجوا للمركز لأي حاجة، نعرفهم إن إحنا عندنا الخدمة دي موجودة، وإن إحنا في عيادة مثلا الحوامل عندنا سونار، ان احنا عندنا اطباء مدربين، ان احنا نعلن عن الخدمه بتاعتنا عشان نزود عدد المراجعين، عندنا تحاليل، عندنا نخلي الناس تحب تيجي تراجع عندنا في المركز. يبقى احنا كده خدنا اجراء تصحيح. يبقى المراقبه لازم نعمل تحليل للمؤشر، تحليل للرقم اللي احنا عملناه، ونعمل له تحسين. والا ايه فائده ان احنا خدنا ده؟ اتعمل بيها ايه؟ ما عملناش بيها حاجه. لازم يكون في اجراء. المؤشرات والتشارتس اللي تعمل دي عشان توضح لما مثلا قيمين او اي حد اللي احنا رفعنا له التقرير، مثلا مدير المركز لما يجي يبص على التقرير يبقى سهل بالنسبه له لما يلاقي عمودين ازرق واحمر، وده المستهدف وده اللي اقل منه. بنعرض المعلومه بشكل بسيط ونقدر نستفيد منه كده. يعني ريفيو سريع لملف المعايير بتاع القياده. في اي سؤال؟ في حد حابب يستفسر عن حاجه او يسال عن حاجه؟ يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيك، وشكرا وشكرا لكم على وقتكم. في استفسار بسيط بس، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، تفضل. بخصوص دكتوره الصيدليه، في معيار خاص بالوصفات الطبيه، والان جاء برنامج هس، فما فيه سياسات خاصه ببرنامج هس الى الان. ليه؟ ما احنا عندنا الملف الالكتروني له سياسه، ووصفاتي ليها سياسه موجوده. لو مش موجوده عندك انزلها لك على الجروب. والله يا ليت، لانها مش موجوده عندنا. تمام، لا بنزلها، هي موجوده السياسه، نقراها ونمشي عليها ان شاء الله. شكرا شكرا. لا شكرا. حد عنده اي سؤال تاني او استفسار؟ شكرا لوقتكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، ومعلش على ازعاج في اخر الليل. إن شاء الله المحاضرات هتستمر لغاية يوم الخميس، ويتم منح كل المشاركين في الدورات شهادات تدريب على برنامج الجودة حسب